اخي الخليجي اختي الخليجيه مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك ان كنت قد امنت بالمسيح او لا زلت تبحث عن الحق انت لست وحدك مشاهدينا الكرام سلام ونعمه، نحييكم ونقدم لكم حلقه جديده من برنامج اؤمن ولكن، وصلتنا رساله من اخت وتعبر فيها عن اكثر من مشكله ممكن تسبب في صدمات متتاليه لنا، احنا المؤمنين بالمسيح من خلفيه اسلاميه، خلينا نشوف المشكله مع بعض. مقدمي البرنامج الاعزاء يرسل لكم كل اخ او اخت رساله تحوي مشكله او اثنتين على الاكثر. لكن اعذروني لان رسالتي تحمل اكثر من مشكله فنحن العابرون نواجه العديد من التحديات ومنها احتماليه الرفض بسبب خوف المؤمنين بالكنيسه وشكهم فينا وهذه النقطه تكون مدمره نفسيا للعابر المبتدئ المتوقع المحبه من الكنيسه اللي تمثل المسيح بالنسبه له المشكله الثانيه ان في حال قبول الكنيسه استقبال العابر تكون المشكله هي ضمه لجماعه الكنيسه بشكل فوري بدون أي إعداد وهذه تؤدي لعثرة لأنه غير متعود على الأجواء والطقوس ومستوى التعليم المشكلة الثالثة أنه ممكن يتعرض لمضايقات من جماعة الكنيسة اللي تحاول دايما تطرح أسئلة شخصية وبالتالي يتعرض العابر لمخاطر كثيرة خاصة إذا كانوا الأهل رافضين فكرة الإيمان أو حتى حضور الكنيسة المشكلة الرابعة هي جماعة الكنيسة أحياناً تبدأ باستقبال حار للعابر وبعد فترة قصيرة يبدأ يحس بعدم الاهتمام فيه، وبعض الأحيان يهمل تماماً لدرجة إنه يحس إنه كأنه شخص غريب في دولة غريبة. المشكلة الخامسة: كثير من العابرين ينصدمون بطريقة العبادة ولبس الأشخاص، خاصة لبس البنات الغير محتشم أحياناً واللي يتناقض مع عاداته وتقاليده. المشكلة السادسة والأخيرة: دخول عدة أشخاص غير مؤمنين حقيقيين للكنيسة، ويعرضوننا إحنا للكثير من الخطر. أعتذر عن طول الرسالة لكن هذه أمور تعرضت لها أنا شخصيا وتعرض لها الكثير من العابرين مثلي لذا أرجو مساعدتكم خلينا نصلي ونطلب إرشاد الله يا رب يا يسوع أضع أمامك يا رب كل التحديات وكل المشاكل تواجهنا يا رب يا يسوع وتواجه الأخوة المؤمنين اليدد اللي يا ربي يسوع نضعهم يا رب بين يديك ان تكون يا رب الاخوه الموجودين في الكنيسه يكونون سبب بركه يكون سبب نعمه سبب خلاص للنفوس الجديده يا ربي يسوع تكون سبب بركه لا عثره يا ربي يسوع انا كنت باركهم وتعطيهم حكمه كيف يتصرفون معاهم وتعطيهم محبه واهتمام يا رب اشكرك واعظم اسمك اختي الكريمه بعد مشاركة رسالتك مع مشيري البرنامج والمسؤولين واللاهوتيين والصلاة معهم طلبوا منا أن نبدأ حوارنا معك بهذه الرسالة الموجهة منهم لك بصورة شخصية ولجميع اللي يعانون من هذه التحديات أختنا في الإيمان بالرب يسوع المسيح نشكرك على هذه الرسالة اللي تعبر عن أمور حقيقية ومؤلمة لكن كما يقول الكتاب في أمثال 27 ستة أمينة إيه جروح المحب اسمحي لنا أن نعتذر لك والجميع الأخوة المؤمنين من خلفيات غير مسيحية عن اللي يصدر منا نحن المؤمنين من خلفيات مسيحية على سواء المعاملة التي قد تلقونها منا من رفض أو عدم تلمذة أو تدخل في حياتكم الشخصية دون سماح منكم نصلي أن تصل رسالتك لجميع المؤمنين من أصل مسيحي سواء على مستوى القيادات أو أعضاء الكنائس فانتبه جميع المعاناة اللي نسببها لكم سواء بسبب الخوف أو الجهل أو عدم إدراك المهمة الأساسية اللي أوكلها لنا الرب يسوع قبل صعوده بأن نذهب إلى العالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها أخوتكم في الرب المؤمنين من الخلفيه المسيحيه نشكركم على الاعتذار وما راح نوقف عن الصلاه لين يعمل الله داخلنا لان نصل الى تلك الصوره عينها مشابهين صوره الرب يسوع اما من جهتنا فعلينا احنا ايضا ندرك بعض الامور اللي ممكن تساعدنا في التعامل مع هذه المشاكل بشكل ايجابي وفعال ومؤثر في جسد المسيح في كل أعضائه بعض المؤمنين في الكنائس ما زالوا يخطوا خطواتهم الأولى في الإيمان عشان كذي فهم أطفال في الإيمان فلا يمكن أن نتوقع منهم النضوج المباشر فهم راح يسقطون في الخطية ويتوبون وينضجون لن يكونوا كاملين ولن نكون نحن أيضا كاملين عشان كذي لا تتوقع الكمال منهم وان كان هذا ليس مبرر لارتكاب الخطيه والاستهانه بلطف الله الرب يكره الخطيه لكن محبته لنا ولهم ثابته ما تتغير اتباعا للمثاله نحتاج ان يملانا في محبته حق الاخرين مهما كانت حالتهم او وضعهم لكن علينا في نفس الوقت ان نتعامل مع هذا الامر في حكمه ولا نعلن عن هويتنا الا لمن نثق فيهم علشان ما نتعرض للخطر وإذا كنت تشعرين بالضيق من تدخل الآخرين في حياتك حتى ولو في حسن نية فأنصحك في وضع حدود في علاقتك معهم أنت ذكرتي في رسالتك أن بعض العابرين يتأثرون سلبيا في سبب اللبس الغير محتشم الفتيات والمخالف لعاداتهم وتقاليدهم دعيني أوضح صراحة أن تعليم الكتاب المقدس تحث على الحشمة واللياقة في الملبس والمظهر الخارجي نعم لنا حرية في المسيح لكن شرط أن لا تسبب عثرة حق الآخرين وهذا ما نقرأه في رسالة الرسالة الأولى إلى أهل كورنثس الأصحاح العاشر والعدد 23 كل أشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني لكن علينا أن نحذر من الوقوع في فخ الحكم على الناس بسبب مظهرهم الخارجي وأفكارنا السلبية والمبنية على أحكامنا اللي مهي في الضرورة أن تكون صحيحة بقى أمرين في رسالتك ما تكلمنا فيهم الأول هو ضم المؤمن من خلفية إسلامية لجماعة الكنيسة في شكل فوري بدون أي إعداد هذه مشكلة لها طرفين الكنيسة وإحنا تحتاج الكنيسة لتوفير أشخاص مثقلين بإعدادنا للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة واللي قد تكون صادمه في بعض الاحيان ومن جهتنا علينا ان نكون اكثر انفتاح على الجوهر ومو الشكل مع الضروره ان نمتحن كل الاشياء امام الله ثم علينا ان لا ننعزل لان لا نعرف بل يجب ان نسال ففي المسيحيه الاستفسار والسؤال والفهم ليس عيب وله حرام اما استقبال كنيسه الحار العابر في اول امر وبعدها فتورة هذه الحرارة فهو أمر طبيعي ويمكننا أن نطلق عليه عنوان التعود بعد انتهاء عنصر الإبهار علينا أن ندرك أن قيمتنا في المسيح وأن بحثنا عن هذا الإشباع من الآخرين هو في حد ذاته خطية لأننا نبحث عن بشر يأخذون مكان الله في حياتنا يميل الإنسان بطبيعته أن يصدر أحكام عامة يوم يتعرض للمشاكل مع بعض الناس وهذا الأمر يولد في داخله مشاعر مرارة وفقدان الثقة في الآخرين والإحساس في فقدان الأمل لا تركي نفسك لهذا الإحساس الكاذب في المقابل ارفعي نظرك لله وضعي ثقتك فيه فهو المثال اللي ينبغي أن نتبعه نرحب بجميع مشاركاتكم على وسائل التواصل الظاهرة على الشاشة الرب يبارككم ونشوفكم في حلقة ثانية